الفترة الزمنية اللي نعيشها الآن. يعني إحنا بالخمسينات كان أكو مواقع تواصل اجتماعي فيها جروبات تحرض المرأة وتخبرها أنه ممكن تعيشين هذه العيشة اللي أفضل من، يعني المرأة اليوم بدأت تتقارن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بين زوجها، زوجها يجي منهك وتعبان وما مستعد أنه يخرج معها برا الدار ويأخذها مطعم، وبين يعني تسمع من زوجة أخرى في هذه المواقع عن مستوى العيشة والرفاهية اللي تعيشها، بتبدأ تقارن تحدث مشاكل، هذا مسبب من الأسباب. طيب. لكن أكيد لا نعمم أستاذ حيدر.